الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلاب وأطباء طب الفم والأسنان في International Online Dental Uses Congress في نسخته الأولى من اتحاد الجامعات العلمية لطب الأسنان وحديث التخرج والتابع لـ EADS Egyptian Association of Dental Students، وهي الجهة العلمية الوحيدة الموثقة في مصر والتابعة للاتحاد العلمي فيما يحط الطالب وحديث التخرج داخل الجامعات المصرية. وهدفنا هو تطوير وتعليم طلاب الأسنان في جميع مجالات الأسنان، كما نهدف إلى تطوير الطلاب في أجزاء أخرى مثل السوفت سكيلز. ونحن متواجدين الآن في أكثر من 33 جامعة، ويتضمن المؤتمر أكثر من 100 دكتور من مصر وخارج مصر من الدول العربية والإفريقية المختلفة من كبار الدكاترة والأساتذة المتواجدين، وسوف تحصل على شهادة معتمدة بعد حضورك نسب الحضور المطلوبة للمؤتمر. وهناك سحبات يومية تصل قيمتها المالية إلى 4000 جنيه مصري، وإجمالي السحبات في المؤتمر تصل إلى 50000 جنيه مصري. نعلن عن الشراكة بيننا وبين دول لبنان، فلسطين، السودان، رواندا، قطر، السعودية، تونس، المغرب، تنزانيا. نتشرف بالإعلان عن بورد الرسمي للمؤتمر رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور عبد الفتاح صدقة، الرئيس الشرفي للمؤتمر الدكتور حاتم الجندي، السكرتير العام للمؤتمر الأستاذ الدكتورة هالة هزاع، اللجنة العلمية للمؤتمر الأستاذ الدكتورة علياء محروس، المشرف الأكاديمي الأستاذ الدكتور جعيان الجندي، الضيف الشرفي للمؤتمر الأستاذ الدكتور شذا حماد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب بحضراتكم جميعا وأشكر الـ EDS على دعوتها ليا، وبالمناسبة هي جمعية غير ربحية معتمدين من الاتحاد العالمي لطب الأسنان الـ IADS. عايزة يعني أفكركم إن لو عايزين تاخدوا شهادة المؤتمر بتعملوا لايك وشير وتحطوا كومنت على اللايف اللي شغال، وتملوا الفورم اللي هتنزل في نهاية المحاضرة إن شاء الله. وأرجو إن شاء الله أنا أفيدكم النهاردة بالمحاضرة. الموضوع اللي هنتكلم فيه هو سيست إن ماكسيلوفيشيال ريجين، وهي من الموضوعات المهمة جدا بسبب تكرار وجود الحالات في العيادات. يعني أعتقد أنه موضوع يهم جدا الطلبة والتحديث التخرج. هنتكلم في المحاضرة عن الكلاسيفيكيشن أوف دينتال سيست، ويعني هنلقي الضوء على بعض الأنواع منها، نحاول نوضح الكلينيكال والراديوغرافيك فيتشرز بتاع كل واحدة فيها علشان تساعدنا على الدياجنوزس وتريتمنت بلان. في البداية هنتكلم على الايه definition of cyst. هي ايه؟ هي عبارة عن pathological cavity lined by epithelium، وهنا هنقول عليها true cyst. اما لو كانت lined by granulation tissue ففي الحالة دي هنقول عليها pseudo cyst. السيست ان جنرال كونتيننج فلويد او سيمي فلويد، وفي بعض انواع من السودو سيست بتبقى فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه. وجود ان السيست موجوده في الماندبل والماكسيلا اكتر من اي مكان تاني في البادي، وده بسبب وجود الاودونتوجينيك ابيثيليال ريست اللي بتبقى موجوده بعد ما بيحصل اي ديفلوبمنت للتوث. ان جنرال اي سيست مكونه من ايه؟ مكونه من اليومن، وعندي epithelial lining وsurrounded by connective tissue capsule. طيب نعرف مع بعض كده باختصار ازاي السيست دي هتتعمل او يحصل لها expansion ازاي. لو خدنا example مثلا للepithelial rest of malacy اللي بتبقى موجودة بعد root formation، وممكن تبقى موجودة في periodontal ligament او موجودة related ل non-vital tooth وموجودة جوه granulum، هيحصل لها expansion ازاي؟ اول حاجه الاستيمولس اللي جاي من نون فايتال بالب ده والانفلاميشن اللي موجوده فيه هتبتدي تعمل بروليفريشن للابسيليال ريست دي وتعمل لي ماس كبيره قوي. السنترال بارت بتاعه الماس دي الابيثيليوم اللي موجود في السنتر هيبقى بعيد عن البلاد سبلاي بتاعه، وبالتالي هيحصل ليكويفيكيشن ونيكروسس، فهيبقى عندي امتي كافيتي بالمنظر ده. يعني لو الماوس مبين، طيب اليومن دي هيبقى فيها مخلفات الليكوفيكيشن اللي حاصل او النكروزس ده، فيبقى فيها هاي بروتين كونتنت. الهاي بروتين كونتنت ده هيخلي الفلويد اللي جوه ده هيبقى هايبرتونيك سولوشن، وبالتالي هيبتدي يسحب ميه لان في هاي اوزماتيك بريشر وذين اليومن ده. هيبتدي يسحب ميه من البريفري او فلويد من البريفرال تيشوز اللي حوالين الماس دي علشان تعمل ليكوفيكيشن او تعمل نيترلايزيشن للهايبرتونيك سولوشن دي.
ولما يحصل كده هيزود لي الهيدروستاتيك بريشر جوه الكافيتي، فبالتالي هتساعد ان يحصل بون ريزوربشن واللاوينج الاكسبانشن اوف ايه اوف ذا سيستم. الكلينيكال فعلا ده بدورها يعمل ستيميليشن للابيثيليال لايننج ويساعد على ان يحصل لها برضو ديفيجن تاني علشان تمنتين الايه الكافيتي لايننج. بعد كده تيجي الاستروما تطلع كولاجين فايبرز عشان تعمل لي الايه الكونكتيف تيشو كبسول. بعد كده ترجع تاني الكره ترجع تاني، طول ما في ستيميليشن جاي لها من الديد بالب ده هيقعد يعمل يزود الاوزموتيك بريشر بسبب موت الخلايا اللي هي حصل فيها بروليفريشن تاني، وبعدين يحصل ايه زياده في الهيدروستاتيك بريشر، وبعدين تاني يحصل جراس للسيست. على طول تفضل كده على طول لغايه ما اقدر اشيل الكوز واشيل السيست. بعد كده من الكاركترستيك اللي موجوده في الانفلاماتوري فيها كولستيري كريستلز بسبب البريك داون اوف سيلز اللي كانت موجوده دي في السنتر، فالنيوكليير والسيلولر ميمبرين بتاعها بيبتدي لما يحصل له بريك داون بينزل الكوليسترول اللي موجود فيه. اخترنا كلاسيفيكيشن بسيطه جدا للسيست عشان ما نتلخبطش، فعندي نوعين من السيست كده رئيسيين زي ما قلنا في الديفينيشن، عندي سودو سيست وعندي ترو سيست. السودو سيست هي عباره عن ثلاث اشكال او ثلاث انواع، عندي التروماتيك بون سيست والانيوريزمال بون سيست والستاتيك بون سيست. تمام. طيب الترو سيست بقى دي، لا دي انواع كتيره قوي، في منها مجموعه طالعه من اودونتوجينيك ايبيثيليوم ومجموعه تانية طالعه من نان اودونتوجينيك ايبيثيليوم. الاودونتوجينيك ايبيثيليوم متقسمه لانفلاماتوري وديفلوبمنتال، هنعرفهم واحنا بنتكلم مع بعض، والمجموعه الثانيه النان اودونتوجينيك سيست اللي طالعه من الاودونتوجينيك ايبيثيليوم زي النيزوبلاتاين الفيشرال سيست والسوفت تيشو سيست. نمسك واحده واحده باختصار شديد عشان نعرف الكرايتيريا بتاعتها ونعرف الايه الراديوجرافيك ابييرنس بتاعها عشان يساعدنا زي ما قلنا في الدايجنوستس. فعندي اول حاجه الاودونتوجينيك سيست زي ما قلنا متقسمه الانفلاماتوري وديفلوبمنتال، والانفلاماتوري عندي بيريدونتال وليها ثلاث اشكال والبارادنتال، اما الديفلوبمنتال فعندي دنتجرس كل الحاجات طبعا فيها كيراتوسيست، جنجيفال سيست في ادلت ونيو بورن، لاترال بيرودونتال سيست والكي سي او سي او الجورني سيست. طيب الانفلاماتوري سيست اكتر واحده بنلاقيها في الماندبل وفي الماكسيلا، اكتر مكان ريليتد ليه في الابر انتيريور تيث بسبب ان الاطفال في الفتره وهم صغيرين بيتخبطوا في السنان، فتبتدي السنان تبقى نون فايتال وتعمل الثيوري بتاعت الاكسبانشن اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. فالاورجن بتاعها ابيثيليال ريست اوف مالاسي ويحصل لها ستيميليشن من الديد بالب وبالتالي هتبتدي تعمل ايه السيست دي. طيب المفروض ان عندنا منها ثلاث انواع، او السيست ودي بتبقى ريليتد زي ما قلنا للنون فايتال توث عند الايبكس بتاعه، واوقات كتيره بتبقى ستارتد بجرانيولوما فيها ابيثيليال ريست اوف مالاسي وبعدين تتحول بعد كده لسيست. بعد كده عندي لاترال بيريدونتال سيست ودي بتبقى ريليتد لاكسسري كانال برضه لنون فايتال بالب، عشان كده بيبقى شكلها جانبي ولازم نفرقها ما بين الديفلوبمنتال سيست اللي هنتكلم بعد شويه عنه. وعندي ريزيديوال سيست هي بقى لاترال بيريدونتال سيست او ايبيكال بيريدونتال سيست بس ريليتد تيث بتبقى اكستراكت. بتبقى كده بتبقى ويل ديفايند ريدي لوسنت اريا سيراوندد باي ريدي اوبيك مارجن، عباره عن لاير اوف سكلروتيك بون بيحاول يعمل كونفاين او يعمل ايه ستوب للجروث بتاع الايه بتاع السيست. وده لما بنلاقيه انتربتد او هيزي او مش باين خالص يبقى ده معناه ان السيست دي ابتدت يحصل لها ايه انفكشن. دايما السايز بتاع الانفلاماتوري سيست بيبقى صغير قوي، وبس لو اتثابت لفترات طويله ممكن توصل لاحجام كبيره وتعمل ايه لوس الفيتاليتي اوف ادجيسنت. التريتمنت باختصار شديد لغايه ما نخش على الجزئيه بتاعت التريتمنت، احنا بنعمل اندودونتك تريتمنت للنون فايتال توث دي، وبنعمل انوكليشن او اكسيجن يعني للسيست، ونعمل ابيسكتومي للسنه اللي جزء منها داخل جوه الكتف. لو كانت السنه دي بادل ديكيت فبنعمل اكستراكشن ايه للتوث دي وما ننساش ان احنا نشيل الايه السيست. لو كانت السيست دي فاتحه بساينس تراكت لازم تبقى اكسايز تو افويد ايه بنتريشن اوف ابيثيليوم ويحصل تاني يرجع تاني السيست تتكون من اول وجديد. لو اتشالت كويس السيست ده معناه ان ان شاء الله مش هيبقى فيه ريكارنس وهيبقى البروجنوز بتاعها كويس جدا. خلصنا كده الايه الانفلاماتوري سيست.
خش على البارا دنتال سيست، ودي عباره عن برضو انفلاماتوري رياكشن ريليتد لاني سنه، معظم الاوقات اللور ايد لما بيكون بارشلي ايربتد، لان الاوبركلام اللي حواليه او السوفت تيشو اللي مغطيه جزء منه بتبقى انفلامد، وبالتالي ده عباره عن انفلاماتوري ستيمولس يبتدي يعمل ستيميليشن للابيسيلاريس وتبتدي تطلع لي ويل ديفاين ريدي لوسنت اريا ديستال للسنه اللي هي بارشلي امباكتد، وبتبقى كفرنج الديستال بورت بتاع السن. الديفلوبمنتال سيست بقى احنا قلنا منهم حوالي 5 انواع او 6 انواع. اول واحده فيهم الدنتجر سيست او الايه الفوليكولر سيست، اتقال عليها فوليكولر لانها طالعه ودن الايه الفوليكولر، هي عباره عن ابيثيليال ريمننت حصل لها برضه ستيميليشن اللي هي من ريديوس انامل ابيثيليوم، وابتدى يحصل تراكم للفلويد ما بين ريديوس انامل ابيثيليوم وما بين الايه الانامل بتاع السنه الامباكتد دي. دايما السيست بتبقى محوطه الكراون وماسكه عند السيمنتو انامل جنكشن، ودي تعتبر تاني اكتر سيست بتبقى موجوده. يبقى عندنا اول واحده الانفلاماتوري بيريدونتال سيست، يليها على طول في التواجد هي الدنتجر سيست. اكتر سنان بتبقى ريليتد ليها هي الكراون اوف ان ايربتد توث اللي هو ايه اللور 8 ابر كناين واللور 5، واي سنه ثانيه برضو احتمال تبقى ريليتد ليها. يعني عندي ايه ريديوسنسي واحده بس، ساعات بتلاقي عيان عنده مالتيبل ايه ريديوسنسز دي، وده بسبب ان هو العيان ده عنده ايه كليدوكرينيال ديسبليشيا، فده عنده سيندروم وبالتالي هو عنده مالتيبل دنتجر سيست ومالتيبل امباكتيتي. الريليشن اللي ما بين السيست والكراون بتبقى ليها 3 اشكال في الدنتجر سيست، فعندي اول نوع اللي هو السنترال تايب، وده بيبقى محوط السنه سيمتريكلي، محوط الكراون بقى مش السنه كلها، الكراون سيمتريكلي، وبالتالي لما بيحصل اكسبانشن بيعمل ايه ديسبليسمنت للسنه دي لاماكن بعيده زي الانفيريور بوردر او هاير ليفل عند الرينوس، بتبقى بالظبط كان واحد ايه لابس باراشوت كده تبتدي تحركه مطرح ما هي رايحه. طيب اللاترال سيست دي بتعمل اكسبانشن في ناحيه اكتر من الناحيه الثانيه، عشان كده بتقال عليها لاترال. والسيركمفرنشال لا دي محوطه السنه كلها، تكاد تكون محوطه كمان الايه الكراون. برضه الراديوجرافيك فيتشرز بتاعتها او ابييرنس ويل ديفاين ريديوسنت اريا وسكليروتيك مارجن حواليها او كومباكت بول حواليها انها سترونج، وزي ما قلنا اسوشيتد بامباكت توث واحده او اثنين حسب بقى مكانها. وبرضه لو اتعمل لها انكليشن طبعا البروجنوز بتاعها بيبقى هايل جدا. واحده تعتبر من نوع من انواع الفوليكولر سيست دي او الدنتجر سيست هي الايربشن سيست، وبتقال عليها ايربشن هيماتوما، بيتقال عليها سوفت دنتجر سيست سوبرفيشال دنتجر سيست، برضه طالعه من ريديوس انامل ابيثيليوم وبتبقى سوبرفيشال قوي يعني وذين السوفت تيشو، وبالتالي بيبقى شكلها زي ما واضح في الصوره كده بلوش ديسكلريشن لانها قريبه من السيرفيس بتاع الايه الجنجر. دايما بتبقى في الاطفال اكتر، وفي اوقات بتمنع السنه انها يحصل لها ايربشن، وبالتالي بحتاج الجروف بتاعها خالص، او في بعض احيان تانية بتبقى يعني فيري ثين لدرجه ان السنه لما يحصل لها ايربشن تبتدي ايه تبتدي تفتحها وتعمل لها زي رابشر وخلاص، والسنه تطلع وما بتحتاجش اي تريتمنت. طيب النوع الثاني من الديفلوبمنتال سيست هي اودونتوجينيك كرات سيست، من الحاجات المشهوره جدا بسبب انها اجريسيف جدا وانفلتريتيف. طيب زي ما هو واضح كده هي طالعه ايه ريليتد لايه لسنه ان ايربت، هي طالعه من الايه من في تو ثيريز، ففي راي بيقول انها طالعه من الدنتال لامينا اللي هي الابيثيريال ريست اوف سيريز، ودي بتبقى ريليتد لامباكت توث الراديوجراف الاولاني. طب الثاني هي طالعه من ايه من ديجنريشن للانامل اورجن اوف اي ناتشرال توث، او يعني واحده من بيرمننت تيت مثلا، فبالتالي لما هي بتبقى موجوده خلاص السنه دي خلاص مش هتطلع لان الانامل اورجن بتاعها حصل له سيستك ديجنريشن، او انها تبقى ريليتد لمكان ما فيهوش سنه مش ناقصه ولا حاجه لانها طلعت من الانامل اورجن بتاع ايه سوبر نيمريتو. تمام كده. طيب ليه اتسمت كيراتوسيست؟ بسبب كميات الكيراتين اللي بتبقى سكريتد من الابيثيليوم وبتبقى موجوده جوه الكتف. زي ما واضح في الاكس راي هنا الاولانيه واضح انها انفلتريتيف واجريسيف، وهي على فكره بتعمل اكستنشن الاول وذين المارو سبيسز والسبونج بون تاكله تماما وتدمره تماما، وبعدين تعمل بعد كده ايه تعمل اكسبانشن للباكل واللينجوال بون، عشان كده دايما الدايجنوز بتاعها بيبقى ايه متاخر قوي لانها ما ظهرتش او ما اظهرتش اي ساين اند سيمبتومز غير بعد ما كانت جزء كبير من العرض.
لدرجه انها بتعمل displacement الانفيريور دنتال كانال، ولو هي قريبه من ماكسيري ساينس ممكن تعمل اوكيباين كمان. علشان برضو نقدر نعمل دايجنوزس ليها نبقى عارفين هي بتظهر امتى. للاسف هي ممكن تيجي في اي سن، بس اكتر سن بتظهر فيه من السكند للفورث ديكيد اوف لايف، اكتر مكان موجوده فيه هي البوستيريور بارت اوف ذا مانتل. ممكن تبقى برضو سوليتري، ممكن تبقى كذا واحده. لما بتبقى مالتيبل اودونتوجينيك كيراتوسيست بتبقى بسبب ايه؟ انها موجوده مع سندروم اسمه جورلينغولت، وبيبقى مش بس هي اللي موجوده، للاسف في ساينس ثانيه من ابرزها وجود مالتيبل ديفايد بيزل سيلز. الاودونتوجينيك كيراتوسيست اللي بتبقى موجوده مع السندروم ده بتبقى مور اجريسيف وبتبقى مور ريكيرنت عن السوليتري اودونتوجينيك كيراتوسيست. مش هنخش في تفاصيل الهيستوباثولوجي، بس نبقى عارفين ان في نوعين منها، الباراكيراتينايز والاورثوكيراتينايز. الاورثوكيراتينايز بيبقى ليس اجريسيف وبيبقى ريكيرنس ريت بتاعه اقل من الباراكيراتينايز سيست. طيب هي دلوقتي معروفه انها اكتر واحده بيحصل لها ريكيرنس، طب ليه؟ يعني يوصل ل 60 او يمكن اكتر من 60% بعد سنين طويله، 10 15 ممكن 20 سنه كمان. طيب ليه هي ريكيرنت؟ اول حاجه لان الابيتيريال لايننج بتاعها ثن جدا، وبالتالي لما باجي بعمل له انكريشن وبرفعه من على البون بيبتدي يتقطع ويتهربط منه، فهي صعبه ان انا اعمل لها انكريشن بسهوله. الحاجه الثانيه ان مفيش ريتي بيجز ما بين الكونكتيف تيشو وما بين الابيتيريال لايننج، وبالتالي برضه لما اجي اعمل له ستريبنج يبتدي يتفصل خالص عن الكونكتيف تيشو اللي هي بيبقى جواها حاجه اسمها دوتر سيست او ساتلايت سيست، ودي عباره عن جزر كده من الابيتيريال سيلز بتبقى هربانه من الابيتيليوم نفسه معديه البيزمنت ممبرين وراحت عملت الايه دوتر سيست دي جوه الكونكتيف تيشو. وبالتالي ده الكونكتيف تيشو ده انا بسيب كده اجزاء من الابيتيليوم اللي يحصل لها بعد كده ايه جروث بعد كده، الى جانب ان هي اجريسيف سريعه جدا في انتشارها وبتبقى فينجر لايك بروجكشن انتو ذا سبونجي بول. الريد جراف ممكن يبقى شكلها زي الدنتجر سيست معاها سنه امباكتد ويل ديفاين ريديوسنت اريا وتبقى يوني لوكلر، وبعض احيان ثانيه بتبقى ال ديفايند وعندي مالتي لوكلر ليجن، وبيبقى برضه ممكن يكون معاها سنه او مش معاها وتبقى شبه جدا ال. ودي التريتمنت بتاعها هيبقى ايه بعد شويه هنقوله بالتفصيل. طيب اللاترال ديفلوبمنتال بيريدونتال سيست اللي احنا قلنا هنفرقها عن الانفلاماتوري سيست، دي برضو ويل ديفاين ريديوسنت اريا موجوده ما بين الفايتال تيث، بقى هنا الفرق انها فايتال تيث وطالعه من الابيثيريال ريست اوف سيريز، هناك كانت طالعه من الابيثيريال ريست اوف مالاسين. دايما بتبقى يوني لوكلر زي ما واضح في الاكس راي الاولانيه، في الثانيه لا دي مالتي لوكلر وبيتقال عليها بوترويد تايب، تبقى شكلها عنقوديه كده ده عباره عن نقص. طيب في بعد كده الكيراتينايزنج اند كالسيفاينج اودونتوجينيك سيست او بيتقال عليها جورلين سيست او بيتقال عليها كي سي او سي. دي الكاركترستيك بتاعتها ايه؟ اكتر حاجه انها ايه ميكسد ريديوسنت ريديوبيك، طالعه برضو من اودونتوجينيك ابيتيليال ريمننتس موجوده في الجنجيفا، هي سلولي جروينج ما بتعملش ديستراكشن الا ما تتساب فتره طويله من غير دايجنوزس ولا تريتمنت. في الاول هي بتبقى ريديوسنت اريا، بعد كده تبتدي تظهر فيها سبوت كده المنظر الشهير اللي هو سولت اند بيبر ابييرنس، يعني اجزاء سودا وفيها منقطه في النص اجزاء ايه لونها ابيض. بعد كده الراديو اوباسيتيز دي تبتدي تكبر تبقى سمول فليكس لغايه انها توصل لارج ماسس وتبقى موجود فيها اشكال كده راديو اوبيك بتبقى عباره عن اودونتوم، الى جانب ان ممكن يكون معاها برضو ان ايرابت تيث. من الحاجات اللي هي البروجنوز بتاعها كويس قوي وانس نتعامل لها انوكليشن او يعني كومبليت اكسيشن خلاص بتبقى ايه ما يحصلهاش ريكرنس. الجنجيفال سيست في عندي نوعين من الجنجيفال سيست، جنجيفال سيست اوف ادلت وجنجيفال سيست اوف نيو سيست اوف ادلت ونيو بورن، الاثنين طالعين من ابيثيريال ريست اوف سيرز. الاثنين يعتبروا النوعين بتاعه الادلت والنيو بورن بيبقوا الاثنين وذين السوفت تيشو، يعني ما بينوش في الاكس راي ولا حاجه. خلينا في بتاعه الادلت دلوقتي بتبقى دوم شيب طالعه من عند الانتر دنتال بابيلا او الكراست بتاع الايه ادنشلس ريدج، بتبقى سلولي جروينج وزي ما قلنا هي سوفت تيشو، وبالتالي هي مش هتظهر في الراديوجراف ولا حاجه الا لو كانت عامل سوبرفيشال سيسرايزيشن او تاكل في العظم اللي هو السطحي، فهيبقى الراديو اوباستي في الحته اللي فيها شويه ريزوربشن دي هتبقى فينت عن الادجيسنت.
البونز نوديول او الجنجيفال سيست اوف نيو بورن بتبقى عباره عن نوديول صغيره كذا واحده موجوده على الايدنشال ستريدج بتاع الايه المواليد. هي نسبتها عاليه جدا، ممكن توصل ل 85% من المواليد بيبقى عندهم الايه الموديولز دي، وهي مش محتاجه تريتمنت ولا حاجه، ولا بتعمل انترفيرنس مع الاربشن اوف تيث، وبيحصل لها رابشر ايه سبونتينيوسلي. حاجه شبهها بس هي مش اودونتوجينيك ايبيثيليوم، هي نان اودونتوجينيك ايبيثيليوم، ممكن تكون طالعه من الايبيثيليال ريمننت اللي موجوده في السوتشر بتاع البلت، وبرده عباره عن نوديول صغيره موجوده على اللينث بتاع البلت، ممكن عددها صغيره او ممكن كذا واحده اكتر من اللي في الصوره دي، وبيحصل لها رابشر، ودي زي ما قلنا دي نان اودونتوجينيك ايبيثيليوم، وبيتقال عليه اسمها ايبشتاين بيلز، وبرده مع الوقت في خلال شهور من ولاده الطفل برده بيحصل لها رابشر. النان اودونتوجينيك سيست زي ما قلنا عندنا منها ثلاث انواع، النيزوبالاتين والفيشرال والسوفت تيشو سيست. النيزوبالاتين كانوا زمان معتبرينها من الفيشرال سيست، لكن لقوا انها ملهاش علاقه بالفيشرال سيست، وان هي طالعه من الريمننت من النيزوبالاتين ده، فهي بتبقى من اول انزال الكافيتي باي مسافه في دول في الميد لاين بتظهر ما بين التو سنترز، وبتبقى شكلها راوندد او شكلها inverted pear shape او شكلها اوفل. المهم ان في الاخر في سوبر امبوزيشن زي ما واضح في الراديوجراف للانتيريور نيزل سباين، وده بيديها الشكل التقليدي اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو الهارت شيب. طيب ممكن برضو تظهر within السوفت تيشو بتاع البالاتاين بابيلا، وهنا مش تظهر طبعا في الاكس راي، وهيبقى اسمها سيست اوف بالاتاين بابيلا. الفيشل سيست دي طالعة من الجنس الفيشرز ديورينج فيوجن ايه في الامبريونيك ستيج، فالمفروض ان عندنا كل الفيشر سيست ريليتد للماكسيلا ما عدا الميديان مانديبلر سيست، ودي بتبقى موجوده بس ايه في المن. واحده من اللي كان بيتقال عليها فيشر سيست زمان هي الجلوبلو ماكسيلاري سيست، زمان كان بيتقال عليها فيشر، بس ريسنتلي في بيبرز كتير بتقول لا دي مش فيشر ولا حاجه، دي واحده من الاودونتوجينيك سيست، احتمال انها تكون لاترال ديفلوبمنتال او لاترال انفلاماتوري سيست او اودونتوجينيك كيراتوسيست، وهي بتبقى موجوده ما بين اللاترال والكاناين، وبتديني كلاسيك فورم اللي هو الانفيرتد بير شيب، وبتعمل ديسبيسمنت طبعا او دايفرجنس للابس. النيزوليبيال سيست في بيقول انها ريمننت من النيزولاكريمال داكت، وفي بيقول انها برضو واحده من الفيشرال سيست. دايما هي بتبقى وذان السوفت تيشو، وبتبقى عامله اليفيشن وسويلنج في الابر ليب في الناحيه اللي هي الافكتد، عامله اليفيشن للايلا اوف ذا نوز، وبرضو عامله ابستراكشن للجزئيه بتاعت الايه النوستريل للافكتد سايد. السوفت تيشو سيست عندنا منها اربع انواع، الثيروجلوسال تراكت، البناين لينفو ايبيثيليال، سابلينجوال ديرمويد سيست، والميكوسيل والرانيوم. الثيروجلوسال تراكت سيست هي طالعه من ريمننت اوف ثيروجلوسال تراكت، من اول ممكن تلاقيها بقى من اول التانك لغايه ايه مكان الثيرويد، ودايما بيحصل ستيميليشن ابيثيليوم ده من لينفايد تيشو اللي موجوده قريب منها، اللي بتعمل ايه لينفاتيك درينج لل upper respiratory tract. البناين لينفو ابيثيليال سيست او البرينكال كليفت سيست، ودي ليها كذا ثيوري، يعني من اشهرها ان كل شويه بيغيروا في الثيوريز يقولوا لا مش هي دي الاصح، بس يعني من باب العلم هي ممكن تكون ريمننت من الفيوجن اوف برينكال ارشز، او انها تكون في ابيثيليال ريمننتس موجوده وذين السيرفايكال لينف نود، وبيحصل لها ستيميليشن من الانفكشن اللي بتيجي للسيرفايكال نود دي، فبالتالي هتعمل السيست. بتظهر في سن صغيره وبتكبر مع الوقت لو حصل ليها اهمال، موجوده على اللاترال سايد اوف الانتيريور بوردر اوف ده سترنوماستويد ماسل، ممكن تيجي من اول الانجل اوف ذا ماندبل في الاريا بتاعت الباروتيد، او اي سايد او اي اريا على السايد اوف ذا نيك. سابلينجوال ديرمويد سيست، ودي بتبقى دايما معظم الوقت موجوده بيبقى. ودي عباره عن ابتيليال ريمننس موجوده بسبب الكلوجر اوف ذا مانديبلر والهايويد برينكل ارشز. السيست دي بيبقى موجود فيها ريمننت اوف سيلز، دي بتقال عليها توتي بوتنت بلاستوميرز، يعني امبريونيك اكتيف ستيم سيلز، وبالتالي هي بتتحول لحاجات كتير، يعني اكيد كلنا عارفين ان بيبقى نفتحها نلاقي فيها اسنان، نلاقي فيها هير، نلاقي فيها كارتليج، بون، اي حاجه من دي. تمام، ببساطه هي ممكن
زي ما قلنا موجوده في الماوس وبتبقى مستخبيه يعني confined within the floor of the mouse وما بتعملش اي مشاكل، لكن طبعا لو اتسابت لفتره طويله ممكن تكبر قوي في الحجم فتاثر على السبيتش وتاثر على الايتنج بتاع العيان. مهمه جدا بالنسبه لنا بقى الميكوسيل. الميكوسيل هي عباره عن حصل انجري للماينر سليفري جلاند او حصل اوبستراكشن للدكت بتاعت الماينر سليفري جلاند. اكتر مكان موجود فيه هو ايه اللور ليب، ده اكتر مكان، بس اماكن تانية ممكن برضو تتواجد فيها الميكوسيل زي مثلا التانج، الجنجفا، الفلور اوف ذا ماوس، التشيك وهكذا، بس اكتر مكان هو التروما، مش ان يحصل اوبستراكشن للكنال او الدكت او الجلاند نفسها. يبقى احنا كده الميكوسيل دي عباره عن نوعين، ميوكس ريتينشن سيست وميوكس اكسترافازيشن سيست. الميوكوس ريتينشن سيست هقول عليها ترو سيست. طب ليه هي ترو سيست؟ هي دلوقتي السبب بتاعها ان حصل اوبستراكشن، انسداد للدكت بتاعت الجلاند وبكالكولاي مثلا بكالكولاس او ستون، او ان كان في سيرجري ادجيسنت للماينر سليفري جلاند دي حصل بعدها سكار، السكار دي ضغطت جامد على الدكت وبالتالي منعت السليفري فلو، وبعدين فضل بقى مع ليه هتبقى لايند بايه؟ لايند بالابيثيليوم بتاع الدكت او بتاع السليفري جلاند، فعشان كده هي ترو ترو سيست. طيب الثانيه بقى اللي هي السودو سيست، لا السودو سيست يبقى مش لايند باي ابيثيليوم زي ما ايه عرفنا قبل كده. دي بتبقى سببها تروما حصلت للدكت او الجلاند نفسها، حد عض في شفايفه او حاجه فحصل رابشر للدكت او حصل رابشر للجلاند نفسها، طلعت الميوسين ودين الكونكتيف تيشو اعتبرها انها فورين بادي، راح جري عليها بجرانيليشن تيشو وماكروفاج وبوليمورف عشان يعمل ايه لاير حواليها، فبقت سيست ولايند بحاجه بس مش لايند باي ابيثيليوم كده اتقال عليها سودو سيست. التريتمنت بتاعها سهل جدا، ايه اكسجن وبنشيلها كمان مع السليفري جلاند اللي حصل فيها انجري دي. الرانولا اللي هو زي الشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي شبه بالظبط الفروج، هي الرانولا معناها باللاتن معناها سمول فروج. طيب يبقى دي عباره عن برضو عن انجري للسليفري جلاند او اوبستراكشن السليفري جلاند، يعني ايه؟ يعني دي برضو ميوكس اكسترافازيشن لو سببها تروما، او ميوكس ريتينشن سيست لو هي سببها كالكولس. لان يبقى الماينر سليفر جلاند لا السبلينجوال او سليفر سليفر جلاند، والاكتر بتبقى السبلينجوال ايه سليفر جلاند، بتبقى صغيره بس ممكن مع الوقت بسبب الاوبستراكشن تكبر قوي ويبتدي العيان يتضايق منها وما بتبقاش بينفول ولا حاجه، بس الاحسن انها تتشال، وفي اخر المحاضره هنعرف تتشال ازاي. السودو سيست عندنا منها ثلاث انواع، دول اخر سيست تقريبا معانا كده، وهنخش بعد كده على الدياجنوزس. فعندي انيوريزمال بون سيست، تروماتيك بون سيست، والليتنت بون سيست. الانيوريزمال بون سيست يعني مش معروف قوي سببها، بس بيقولوا السبب انه بيحصل زي ديستربنس للبلاد فيسل اللي موجود مثلا في المانديبل، مثلا حصل له تروبوس حصل ارتري فينا الشنط، وبالتالي كل دي حاجات هتزود البروليفريشن للفاسكر تيشو اللي موجوده وتعمل السيست. في بيقولوا انها تعتبر من الجاينت سيل ليجنز، وده بسبب وجود الجاينت سيل جوه الايه جوه السيست دي. اكتر مكان موجوده فيه في المانديبل في البوستيريور بارت، وشكلها بيبقى سوب بابل ابييرنس او الهاني كامب، وده بسبب انها مالتي لوكلر، بس الترافيكيليشن ما بينها رفيعه قوي او فينت قوي، فبيبقى اديني شكل ايه رغاوي صابو. التروماتيك دي بقى برضو سببها مش معروف، بس الاقرب انها تكون تروما، حصل بليدنج جوه الجو اللي ريسيف التروما دي، عمل هيماتوما، حصل بريك داون للبلاك كلوت، فبقت ايه ممكن تكون امتي كافيتي او يكون ريمننت من البلاك كلوت دي، بيبقى سائل لونه ايه يعني لونه جولدن يل، او تكون تنجد ويز بلاد يعني لونه محمر شويه. طيب من الحاجات الكاركترستيك لشكلها في الاكس راي انها عندها سكالوبينج للسوبيريور بوردر، ده بسبب انها داخله عامله انفيجن او بينتريشن ما بين الروتس، ودي من الحاجات الكاركترستيك ليها جدا، وبتبقى موجوده فوق هنا. دي علاجها بسيط جدا، بنفتح الكافيتي وبتعمل كريتاج للول بتاعها تو انديوس بليدنج علشان يعمل ايه بلاد كلوت وبعد كده بون فورميشن. الليتنت بون سيست احنا قلنا في اللي فات دي تروماتيك، هي موجوده فوق الانفيريو دنتال كانال، لا دي بقى دي موجوده تحت الانفيريو دنتال كانال،
يونيلوكلر زي ما واضح في الصوره، ويعني هي موجوده ما بين الانفيريو دنتال كانال والانفيريو بوردر. دي بتبقى سبب انورمال بوزيشن لل السبمانديبولار سليفري جلاند من اللينجوال سايد اوف ذا بون. محتاجه بس مجرد فولو اب، لكن هي ما بتعملهاش اي حاجه، بس جاست اوبزرفيشن. خلصنا كده كل انواع السيست، وده كان لازم نعرفها علشان نقدر نعمل دايجنوزس، لان زي ما قلنا تقريبا كل سيست او معظم السيست بيبقى ليها كرايتيريا معينه سواء كلينيكال او راديوجرافيك. الدايجنوزس هيعتمد على ثلاث ركائز، اول حاجه هيستوري وكلينيكال اكزامينشن وراديوجرافيك اكزامينشن والهيستولوجي، هو ده اللي كونفيرم الايه الدايجنوزس بتاعك. اول حاجه احنا ناخد هيستوري من العيان، نشوف التشيف كومبلين بتاعه ده بقاله قد ايه. تمام، هنسال هل في بين ولا لا. طبعا نبقى عارفين ان معظم انواع السيست ما بتبقاش بين لما تبقى سكندري انفكتد، غير كده العيان ما بيشتكيش من بين خالص. غالبا بيجي بيشتكي بقى من سويلنج، السويلنج ده ابتدى يعمل ديسفيجرمنت للفيس بتاع العيان، ابتدى ينترفير مع لبس مثلا دينشر او كده، يقول الدينشر ده كان مظبوط عليا بقى ضيق او مش عارف اركبه. ممكن العين يجي يشتكي يقول انا بقى عندي كراودنج فجاه للاسنان، حصل ديسبليسمنت، حصل مال اوكلوجن، عمري ما كنت بشتكي بحاجه زي كده، او السنان فجاه ابتدت تبقى لوس جراديوال. ممكن تكون حجمها كبير قوي لدرجه العين مش داري بيها، وجاي يقطم حاجه او يوم يلاقي نفسه الفك بتاعه اتكسر، ده باثولوجيكال فراكشر. ممكن يجي العين يشتكي من ان في باد اودر او في سولتي تيست او طعم مش لطيف في بقه، ده بسبب ان في بقى ديسشارج طالع من ايه الساينس. بعد كده ممكن برضو تاثر على الايربشن اوف بعض السنان، زي مثلا طفل صغير بيشتكي ان في مولرز مش طالعه او ان في كاناين برضو مش طالع، فنعمل اكس راي نكتشف ان في باثولوجيكال ليجن حواليه. طب هيجي العين يشتكي من نامنس؟ لا، ده مش هيجي، في سادن انفكشن وبالتالي حصل سادن انكريز للباس، او في انكريز للبريشر جايه من السادن باس اكيوميليشن، فبالتالي هيعمل ايه السيمبتومز بتاعه الايه الباراتيزيا اوف ذا انفير الفلانر. حجمها ممكن يكبر قوي 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 بزياده، ممكن برضو يعمل سام ديجري اوف نمس، بس غالبا لا. السبب الرئيسي والوحيد انها بيكون سادن انفكشن وفي كميات كبيره من الباس اتكونت. طيب نطلع بعد كده على الكلينيكال اكزامينشن، ما ننساش ان احنا محتاجين نعمل اكسترا اورال وانترا اورال اكزامينشن. الحاجات الاهم ان احنا نعمل بالبيشن للاريا اللي فيها السيست، وده تو ايفالويت ذا ريميننج اماونت اوف بون. طيب اول حاجه ممكن الاقي بالبالبيشن الاقي ان البون اللي عندي هارد جدا، ده معناه ان السيست لسه صغيره او انها سلايتلي عامله اكسبانشن وعامله سام ديجري اوف ريزوربشن، لكن لسه في يعني ادكويت اماونت اوف بون اوفرلاينج السيست. في بعد كده ادوس عليها، ادوس على السيست الاقي في ايج شيل كراكلينج، ده معناه ان ابتدت ايه تشرفش وتكسر معايا شويه الايه الاوفرلاينج بون. فالليجن دلوقتي اكل معظم العظم اللي موجود وبقى عندي طبقه رفيعه جدا لما ادوس عليها، كاني بالظبط بدوس على ايه الشربيط، او انها تبقى فلاكتن زي ما واضح في الصوره كده. ازاي ان بقى السوبرفيشال بون ده كله خلاص كله تاكل تماما، الباكل بون ده تاكل، وبالتالي السيست لايننج بقت فيوزد مع الانر بورت بتاعت البريوستيوم، فبتبقى كانها بالظبط بدوس على ايه على ابسس. الفيشن الاسوشيتد تيت، طيب يعني فور اكزامبل مثلا لقيت السنه دي شكلها ديسكالرت او نان فايتال، يبقى دي غالبا هتبقى بالابيكال سيست. لقيت مثلا لور 8 مش موجود، طب احتمال انها تكون دنتجرس سيست او معاها امباكت توست تبقى دنتجرس سيست او اودونوجينيك كراتوسيست. طيب ممكن تكون ريليتد لاكستراكت تيث، يبقى دي ايه ريزيديوال سيست. ممكن تكون كبيره جدا لدرجه انها عامله ديسبيسمنت ومال اوكلوجن للاسنان. مهم جدا اعمل بريكاشن لل التيث، فلو خبطت على الاسنان والادجيسن طبعا لازم اخبط عليهم او اعمل بركشن، لو لقيت ان هم عاملين دال او هولو ساوند يبقى دي كده معناها ان في سيست تحت، او لو كان في هاي بيتش ساوند يبقى ده معناه ان كده السنان دي ملهاش علاقه بالسيست وانها ايه ان انفولفد تيث وما فيهاش مشكله خالص. لازم اعمل فيتاليتي تيست لكل الاسنان، فالفيتاليتي تيست دي مهمه ان انا اعرف السنان دي فايتال ولا نون فايتال. بعملها بايه؟ بالبالب تيستر.
نبقى عارفين ان كل الاسنان اللي ريليتد لسيست بتبقى فايتال ما عدا بس حاله الانفلاماتوري بيريدونتال سيست، غير كده كلهم ايه؟ فايتال. الاسبريشن من الدياجنوستيك ميثود المهمه جدا، المفروض بنجيب سيرنج مثلا 5 سم سيرنج، وبتبقى الجيج بتاعت النيد اللي متركبه عليها تبقى واسعه حوالي 18 جيج. ده عشان ليه تبقى واسعه؟ علشان تسمح بالاسبريت انه يعدي، اوقات كتيره جدا بيبقى ثيك لدرجه انه مش عارف يعدي. طيب ممكن نعمل الاسبريشن دي عن طريق حاجتين، يا اما يكون دايركت يا اما يكون دريل اسبريشن. طيب الدايركت اسبريشن يا اما بستخدمها مع السوفت تيشو او ان انا استخدمها مع السيست الكبيره قوي اللي بتبقى واكله الايه العظم السطحي بتاعها، وبالتالي زي ما هو واضح في الصوره كده انفلتريشن اناتيزيا، واقدر ادخل النيدل بعد كده واعمل ايه اسبريشن، هتقدر تعدي العظم الرفيع ده. طب لو العظم عندي ثيك جدا ومش قادره اخش او كان نوت بينتريت وذ ذا نيدل، يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم ارفع فلاب واعمل دريلنج بسيرجيكال بير وبعدين ادخل النيدل. طب حاجه زي كده اعملها بدري يعني عن السيرجري؟ لا، يستحسن ان انا اعملها في نفس يوم العمليه عشان ما اسيبش للعيان الم ايه كذا مره. طبعا ده هيحمي بقى الدكتور والمريض من ان انا اخش جوه سوليد ليجن زي مثلا اميلو بلاستوما او اي تيومر تاني، او ان انا اخش جوه فاسكر ليجن. يبقى انا لو لقيت كميه بلاد كتيره مثلا، لا ده انا كده اوقف لغايه ما بعمل انفستيجيشنز تانيه عشان اعرف ان كانت دي سيست ولا كان فاسكر ليجن تاني. طيب ايه انواع الاسبريت اللي ممكن تبقى موجوده؟ اول حاجه واشهر حاجه والموست كومن هي لايت ثرو كالرد فلويد، يعني لونه السائل الشفاف المصفر ده، لونه اصفر فاتح او باهت قوي، وده دايما اسوشيتد مع النان كاراتينايز سيست زي الانفلاماتوري سيست او زي الدنتجر سيست، ودي بسبب وجود الكوليستيريك كريستلز. لو انا عرضت الفلويد ده او مسحه منه على سلايد او حاجه وتعرضت لضوء شديد قوي هتعمل شيمرنج افكت او زي لمعان وبريق، وده بسبب الكوليستيريك كريستل. يبقى لو عرضت السائل ده او مسحه منه لضوء شديد هيعمل لي لمعان، وده بسبب الكوليستيريك كريستل. طيب اندر مايكروسكوب هشوف ايه تاني؟ هشوف برضو الكوليستيريك كريستل دي على هيئه ريكتانجل زي ما هو واضح في الدياجرام ده، وشايلين منه ايه كورنر، فهي تعتبر ريكتانجل وذا ميسنج ايه كورنر. ممكن برضو ايفالويت كميه البروتين اللي موجوده في النان كاراتينايز سيست، ودي بتبقى كميات كبيره بسبب البريك داون اوف ذا ابيثيل، بيبقى موجود كميات من البروتين بتبقى اكتر من 5 جرام بير 100 مللي لتر. ده في انهي سيست؟ في النان كيراتينايز. لكن في الكيراتينايز سيست اللي هي اللي فيها كيراتين، لا ده فيها كيراتين كتير وفيها بروتين قليل جدا جدا جدا. طيب جيت اسحب لقيت باجي بشد اشد الاقي البلانجر او السيرج نفسها مش راضيه تمشي، مش راضيه تسحب حاجه، مش بتسحب هواء، لا دي بشد اشد اشد ملهاش بسبب ان انا دخلت جوه سوليد ليجن زي الاميلوبلاستوما مثلا او الليتنت بون سيست، انها ساليفري جلاند فصفت تشو فمش هتسمح بان حاجه تعدي في السيرج. طيب سحبت لقيت هواء، ده معناه ايه؟ ان انا غالبا جوه ماكسيري سايز، او ايه الاوبشن الثاني لو انا بقى في المانديبل؟ احتمال ان انا اكون جوه تروماتيك بون سيست. زي ما قلنا مش بس ان يكون جوه تروماتيك بون سيست هوا، لا ممكن يكون في الديسنتجريتد بلاك كلوت دي اللي هو سائل كده لونه جولدن يلو او يلو قوي عن زي يعني اصفر قوي عن الايه ال بتاع النان كيراتينايز اللي هو السترو كالر ده، او انها تكون بلاد ستيند يعني سائل كده مش دم دم مش بلاد بلاد، لا ده ممكن يكون ايه سائل شفاف بس لونه ايه لونه محمر شويه. ودي لو لقيت عملت اناليسيس للبيليروبين جوه السائل ده هنلاقي فيه كميات كبيره بسبب الايه بريك داون اوف ذا بلود. سحبت لقيت سائل كده سميك ولونه مصفر او ابيض وليه فيري باد اودر فيتد اودر، ده طبعا هيبقى بس جاي لنا من انفكت سيست او ان يكون في ايه أسفل. طيب عملت اسبريشن لقيت بلاد بقى وذاوت ديفيكولتي كاني بسحب من بلاد فيسل، فعلا ممكن اكون دخلت بالغلط جوه بلاد فيسل، او ان انا اكون دخلت في الانيوريزمال بون سيست، او ان انا اكون دخلت جوه ايه فاسكولار ليجن زي الايه الهيمانجيوم. طيب عملت اسبريشن لقيت ان في فيسكس
ميوكوس سيكريشن، وده بسبب ان انا جوه ايه ميوكوسيل او الرنين السليفري جلاند، فبتطلع ايه ميوسين سيكريشن. الحاجات المهمه اللي بتطلع جدا هي الابيض او الابيض مسفر ده، وده بيكون ايه اودرلس بيل يلو تشيزي اللي هو ايه شبه الباس بس من غير ريحه خالص، وده بسبب وجود كميات هائله من الكيراتين. طيب لو حصل بقى سكندري انفكشن، انا كده لما اجي اعمل اسبريشن هيطلع لي باس، لا هبقى عارفه بقى ده ستروك كلر ولا هبقى عارفه ان ده كيراتينايزد اسبريت، فدايما بالالكترون مايكروسكوب هيحدد لي ويعرفني في كميات بقى من الكيراتين في الباس سيل، في ماتيريال كريستلز، كل الحاجات دي، فاقدر ساعتها افرق ما بين الاثنين. يبقى الاسبريت اللي انا بطلعه ده اقدر استفيد منه بكذا حاجه. اول حاجه ان انا بشوف فيه ان كان كوليسيريك كريستلز ولا لا، يبقى دي نان كيراتينايز سيست، لقيت فيه كيراتين يبقى ده كيراتينايز سيست. طيب لو كان فيه انفكشن اقدر اعمل لها كلشر عشان اشوف سيتبل انتيبايوتيك، واعمل الكتروفوريسز، ودي طريقه معينه بيتفصل بيها البروتين بارتكلز علشان يحدد كميه البروتين اللي موجود. يعني لو كانت البروتين اللي موجود اكتر من 5 جرام فور 100 ملي نان كيراتينايسيس، لكن لو كانت اقل من كده بكتير هتبقى كيراتينايسيس لان هي مليانه بكيراتين مش معتمده على الايه الاوزموزيس اللي بيحصل وبيعمل ديث للسيلز. ندخل بعد كده على راديوجرافيك اكزامينشن، واحنا شفنا مع بعض انواع مختلفه من الاكس رايز ووريتنا اشكال مختلفه من السيست في الاشعاعات دي. يبقى الاكس راي مهمه في ايه؟ نتوريني شويه ديسكريبشن كده هنقولهم دلوقتي على السيست او الباثولوجيكال ليجن ده، وهتوريني اللوكيشن بتاعتها والاكستنشن واي امبورتنت ستراكشر هي قريبه منها. فالفيوز اللي هنستخدمها هتتقسم لانترا اورال واكسترا اورال. انترا اورال بديهي انها هتبقى زي البري ايبيكال وزي الاوكلوزل. انا لو انا عايزه انترا اورال فيل لازم استخدم الاثنين يا جماعه، بري ايبيكال واوكلوزل، لازم يكون الاثنين تو رايت انجل ايه فيوز للليجن ده عشان اقدر اشوفه كاني بعمل له 3 دي بس على ايه على تو فيلز. زي ما قلنا البري ايبيكال فيلم بستخدمها اساسي للسمول سيست، بس برضو ممكن استخدمها لللارج سيست لما اكون عايزه اعرف الاكريت ريليشن ما بين السنه وما بين السيست. يعني مثلا عندي سيست ريليتد للابر انتيريور تي، فانا كده المفروض دي كانت دي مثلا دي، فعايزه هضطر ان انا اعمل اندو للست سنان دول. طب لا، ما انا ممكن اعمل بري ايبيكال فيلم لكل واحده على حده عشان اتاكد ان ممكن تكون الكناين ده فلاشنج مع الهول بتاع السيست، او بعيده في فيو مليمتر بون ما بين السيست كافيتي وما بين الايه الكناين، فهحتاج ان انا اتاكد من ريليشن ما بين السنان دي والسيست عشان على اساسه احدد هعمل ايه في السنان دي كاندودونتيك تريتمنت. الاكسترا اورال فيوز طبعا اشهرها البانوراما، دايما كلنا بنبتدي نطلبها. في اشكال تانية زي البوسترو انتيرير واللاترال واللاترال اوبليك، بس ما بلاش نستخدمها قوي كده، ممكن اعمله بالكمبيوتر توموجرافي ويديني بقى كورونال واكزل وساجيتال و3 دي وكل الكلام ده. برضه السوفت تيشو سيست ممكن اعمل لها ام ار اي بدل ما احقن السوفت تيشو ليجن ده بريديو اوبيك ماتيريال علشان اقدر اكونفجر شكله بالظبط، لا ده انا ممكن اعمل اسهل ام ار اي. اشكال الافلام المختلفه زي بريبيكال فيلم، الاوكلوزل والبانوراما، لاترال اوبليك، وزي ما انتم شايفين السي تي الكورونال كات بتاعته، وباين السيفير اكسبانشن بتاعه الجزء بتاع الريمس او البوستيريور بورت اوف ذا ماندبل، وعامل فيري اي سيفير تيننج للبون باكل ولينجول. هنا برضو ريديوسنت اريا ريليتد للماكسيلا ومعاه الباكت. طيب لما اجي ببص على الليجن في الاكس راي ايه الكرايتيريا اللي لازم ابص عليه؟ اول حاجه اشوفه هو ريدي اوبيك ريدي ليوسنت ولا ميكس، اشوفه يوني لوكلر مالتي لوكلر، ويل ديفايند ولا ال ديفايند. ال ديفايند هعرف ان في انفكشن او ان هو اجريسيف جدا. برضو اعرف ان هو الليجن ده سوليتري واحد بس ولا مالتيبل، اشوف ان كان كده العيان ده سيندروميك ولا لا، اشوف ان عامل ديسبيسمنت للادجيسنتيس، عامل ريزوربشن للروتس ولا لا، لان لو عامل ريزوربشن يبقى كده ده غالبا تيومر مش سيست، عامل سيرسانس، عامل ديسبيسمنت لبعض السنان، عامل امباكشن لبعض السنان او مانع الاربشن بتاع بعض السنان. تمام، اهم حاجه بقى من الحاجات انها برضو بتديني كونفيرميشن للليجن هو الايه البايوبسي. فالبيوبسي سواء كانت اكسجنال يعني هشيل كل الليجن، ودي بتتعمل في حالات
السمول ليجن او انها تبقى انسجن، هي جت حته صغيره من ليجن ان هو كبير قوي فما اقدرش اشيله بسبب الكومبليكيشن هيسببها، نتعرف عليها بعد شويه. يبقى اي جزئيه من العين انا هاخدها كبقدم على طول على اللاب. طب انا اخش ورد بيبصي على طول؟ لا ما ينفعش، لازم الاول اعرف مكان الليجن واعمل اسبريشن واعمل راديوجرافيك اكزامينشن وبالب تيست الكلام ده كله، وفي الاخر خالص بتيجي الايه الهيستوباثولوجي. طيب كل اللي انا بعمله ده عشان ايه؟ عشان اعمل تريتمنت. طب ليه اعمل تريتمنت ما اسيبها في حالها؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان اكيد انتوا عارفين الكومبليكيشن اللي ممكن تسبب. فاول حاجه ممكن يحصل سويلنج جامد جدا، فهتعمل ايه؟ هتعمل ديسفيجرمنت لوش العيان، ممكن تعمل لوسنس للسنان ونفقدها، ممكن ممكن تعمل تمنع ايربشن لبعض الاسنان المهمه زي مثلا الابر كناين في الاطفال، ممكن اكتر كمان من سنه. ممكن يحصل فيها نيوبلاستيك تشنجز زي الدنتشر سيست اللي ممكن بعض الخلايا فيها تقلب لاميلوبلاستوما، ابيدرمايك كارسينوما وميوكو ابيدرمايك كارسينوما وسكويمس سيل كارسينوما، طبعا كوارث ما ينفعش ان انا اسيبها خالص. ممكن يحصل لها برضو ببساطه سكندري انفكشن والعيان يخش ايه في مشكله كبيره، فلازم على طول اول ما نكتشفها لازم نتخلص منها تمام. طب ايه اللاين اوف تريتمنت بقى؟ احنا خلاص جمعنا كل الداتا بتاعتنا الهيستوري والكلينيكال اكزامينشن والراديوجرافيك والهيستولوجي، ابتدي بقى اقيم الحال اشوف العيان يعني سيستميك يعني فات يقدر يستحمل سيرجري سواء كانت لوكال او جنرال، هل هو كبير قوي لدرجه ان انا ما اقدرش اشيله كله مره واحده فهعمل بروسيدور ثانيه، هل هو مأثر على بعض الاستراكشرز المهمه دلوقتي انها ما يظهر حجمها شويه علشان ما افقدش الاستراكشرز المهمه دي، فلازم كل الداتا دي تبقى ميمورايز في دماغي وتبقى ريكوردد في شيت علشان اقدر اختار ايه البروسيدور المظبوط. طيب ايه البروسيدورز المختلفه؟ عندي انوكليشن مارسبلايزيشن وديكمبريشن، وفي بيعتبروا الاثنين شبه يعني زي بعض بس في اختلافات بسيطه بس الكونسبت واحد. في ستيجد تريتمنت اللي هو ديكمبريشن فولد باي انوكليشن وبعدين انوكليشن ويز بريفرال اوستيكتوم، يعني بقطع شويه في العظم اللي موجود حوالين الايه السيست. طيب ايه الهدف بتاعي؟ زي ما قلنا انا عايز اشيل السيست از ماتش از بوسيبل، اخلي البروسيدور اتروماتيك للعيان على قد ما اقدر، بريزرف الفايتال ستراكشر المهمه اللي موجوده جنب الليجن ده. الحاجه الثانيه على قد ما اقدر ابقى متاكده ان انا شايل كل السيستك ليجن عشان ما يحصلش ريكارنس تاني، وراجع العيان تاني طبعا بقى ياكل ويشرب ويبقى شكله كويس وتمام، يبقى امبروف الكواليتي اوف لايف اوف ذيس بيشنت. نمسك بقى السيرجيز دي كلها نتكلم على الستبس بتاعتها. هي كلها ببساطه مثلا اول واحده اللي هي الانوكليشن دي بنعمل سكوبينج اوت او شيلينج اوت او كيوريتاج، بس مش بالظبط كيوريتاج، انا عايز اشيلها كلها برئاسة الليفيتر او بكيوريت بحيث ان انا اشيلها كلها زي البالون كده زي ما واضح في الصوره اللي تحت دي، فما ينفعش ان انا وانا داخل بحيث انها تبقى شريدز كده اجي احاول اشيلها ما اعرفش اشيل فين ولا فين، الاقي نفسي غصب عني شلت جزئيه. فطول ما انا محافظه على البالونينج نيتشر بتاعها ده وان السيستك فلويد جواها موجود ده بيخليني اقدر ايه اشيلها ببساطه اكتر، لكن لما برابشر السيست بيبقى ازالتها بتبقى اصعب كتير. الانديكيشن بتاعت الانوكليشن انها تكون صغيره او متوسطه في الحجم، ما تكونش قريبه من فايتال ستراكشر، ما تكونش قريبه من فايتال تيب، يكون انفكت ان هو ريدي فور اي لينث بروسيدور لانها برضو بتحتاج وقت، ولو برضو هيخش الجنرال اناثيزيا لازم يكون برضو سيستميك ايفكت عشان يقدر يستحمل ايه الجنرال اناثيزيا او محتاج بريباريشن معينه قبل ما يخش. طب ايه السيرجيكال ستيبس بقى اللي عندنا؟ اول حاجه ندي نيرف بلوك ولازم برضو ندي ايه انفلتريشن اناثيزيا عشان يساعد انه يقلل البليدنج، حتى لو انا الحاله هشتغل لها اندر جنرال اناثيزيا لازم برضو اعمل ايه انفلتريشن عشان اساعد على ايه الهيموستيز. بعد كده بنرفع الفلاب، دايما بيكون 2 انسجن لاين او 3 انسجن لاين بيراميدال فلاب، واحاول ان انا اكون على ساوند بون، احاول يعني استخدم من واخد الابر انسايزرز، يبقى اعدي الكناين بالانسجن بتاعي علشان لما هشيل بون بعد كده عشان اعمل ويندو اوصل بيه للسيست ما الاقيش بعد كده ارجع بالفلاب ارجعه مكانه والاقيه داخل جوه الكافيتي ساقط جوه الكافيتي، ما ينفعش، لازم لما ارجعه يبقى سبورتد ببون اول اراوند.
معظم السيست طبعا بتبقى موجوده بكر، فالابروتش بتاعي هيكون من البكر سايد، نادرا لما يكون في حاجه بلد. طيب لو الريليتد تيث دي مش هينفع معاها اندو او بادلي ديكيد ومش هينفع معاها اندو، يبقى انا احتاج ان انا اعمل اكستراكشن. طب مين هبتدي بيه الاول؟ هل اكستراكت الاول ولا هعمل انوكليشن للسيست الاول؟ لا، هعمل اكستراكشن الاول، لان انا لو ابتديت بالسيست الاول وشلت الاوفرلاين بون ممكن اوصل للارذر بون، هشيل العظم ده كله واوصل للسيست واشيلها، اجي بعد كده اعمل اكستراكشن هلاقي الارذر بون بقى ويك جدا لدرجه لما اجي اطلع السنان دي الاقيها ايه؟ الارذر بون ده اتكسر واتكسر معايا جزء كبير منه. فلا، المفروض ابتدي بالعكس، اعمل اكستراكشن ابتدي اعمل ايه؟ ريموفال للاوفرلاين بون اللي على السيست وبعدين اشيلها بعد كده واعمل سوتش. كده انا عملت بريزرفيشن للريميننج الفلر بون. طيب بعد كده هعمل ريفلكشن الفلاب زي ما هو ظاهر في الصوره وابتدي اقيم العظم اللي موجود اوفرلاين السيست، عشان انا عايز اعمل دلوقتي اندو تو ريتش ذا ويندو تو ريتش اكسس او ويندو. طيب اول حاجه لو كان البون لسه ثيك فانا هعمل ايه؟ ريموفال بسيرجيكال بير. طيب لو كان فيري ثين يتقشر كده بري اوس الاليفيتر او يتقص تمام، يبقى انا مش محتاجه بير ولا حاجه. طيب لو كانت السيست واكله البون اللي ايه الباكا البون ده كله، يعني افتح الاقي السيست قدامي على طول، هلاقي ان لما اجي بقى برفع الفلاب هنا الاقي ان اللايننج بتاع السيست لازق مع الانر سايد بتاعه البري اوستيوم، عشان كده لازم بديسكتنج سيزر افصل ما بين الاثنين كوشسلي بحيث ان انا ما اسيبش ريمننت من الابيثيليوم على الانر اسبكت بتاع الفلاب عشان ما يرجعهاليش تاني وترجع تاني السيستم. انا كده اول صوره اللي فوق اللي هي الايه الكيرات، وده بيستخدم مع السمول سيست. طيب اللارج سيست هشيلها بايه؟ مش هينفع معاها ايه الكيرات، عايز ايه بري اوس الاليفيتر انهي ناحيه؟ البرود اند. طيب انا عندي تو سيرفيس للكيرات والايه البري اوس الاليفيتر. طيب هل لما اجي ادخل الاليفيتر ده اروح داخله بانهي ناحيه؟ يعني انهي ناحيه منهم الكونكيف ولا اللي في ظهرها الكونفكس هي اللي دي تبقى ناحيه السوفت تيشو؟ الناحيه الكونكيف ديت بتبقى مور شارب عن الكونفكس، زي كده لما بنيجي نعمل ريفلكشن بري اوستيوم الناحيه الكونكيف هي اللي تبقى ناحيه البون عشان اقدر ارفع البري اوستيوم. نفس الكلام مع الايه السيست، الناحيه الكونكيف زي ما هو واضح كده في الصوره انها بتبقى ناحيه البون، والناحيه الكونفكس انها بتبقى مور جنتل على السوفت تيشو عشان ما تقطعهاش، زي ما قلنا احنا عايزين نحافظ عليها زي البالونه كده علشان تفضل محافظه على الانتراسيستك فلويد بتاعها واقدر اشيلها ايه بسهوله. افضل ايه اول اراوند اقعد اسلك فيها بالراحه كده، ولازم ابقى صاحبها كلها. في بعض الاحيان السهم هنا ده مشاور على ايه؟ على شاشه. طب انا اعمل ايه بالشاشه دي بالجوز دي؟ في بعض الاحيان السيست بتبقى فيرملي ادهرنت مع السراوندنج بون. طيب اجي ادخل البري اوس الايفيتر مش قادر ان هو يطلعها، بالعكس ده لو احاول اطلعها بطريقه اجريسيف هيقطع لي السيست. فراح عامله ايه؟ بجيب ستراب صغيره 1.5 سم من ريبن جوز وتبقى سوكت ويز سالاين، وابتدي ادخلها وادككها او اعمل لها بوشنج ما بين البون وما بين السوفت تيشو لاين، واحده كده على البوردر من بره اقعد ازق الشاشه، معظم الشاشه يخش معايا علشان يبتدي يسلكها all around. يعني كل ما اسلك من ناحيه اجي superior inferior lateral medial وهكذا لغايه ما كلها تبقى متشاله، وبعدين ابتدي اسلكها لو في لسه جزء اتاتشمنت او عامل اتاتشمنت اشيلها بقى ببري اوس الاليفيتر او بايه بكيورات، وابقى ماسكها بالس طبعا احسن من ما امسكها بايه بالهيموستات ده عشان ما يعملهاش ايه كراشنج، لا الاحسن انا امسكها بايه بالس. خلصت على كده واقفل. اول انا بعمل اريجيشن كويس قوي واعمل دراينس ويز ا بيس اوف جوز، واتاكد وانسبكت الكافيتي ان مفيش اي ريمننت اوف ذا ابيثيليال تيشو. تمام، دايما الريمننت اوف ابيثيليال تيشو بيبقى عامل زي ايه اجزاء كده اوزنج بلاد، فده يوجهني ان الحتت دي فيه لسه فيها ابيثيليال ريمننس، ابتدي اعمل لها كريتاج واريجيشن تاني. نعمل بعد كده ايفالويشن للسنان اللي ريليتد للايه للكافيتي. فلو كانت الابيسيز بتاعت السنان دي زي ما واضح في الصوره ريليتد للكام
المفروض ان انا بعمل لها تريتمنت وبعمل لها ايه ابيسكتمي ابيكال وان ثيرد كده، ابقى اشيله وابتدي اعمل ريترو جريد فيلنج وابتدي ادور وراه كده او داير داير الروت ابيكس ده، اشوف ان كان في لسه ريمننت من الابيثيليوم ولا لا، لان انا لو سبتها طبعا هترجع تاني السيستم من اول وجديد. بعد كده بقى اعمل اريجيشن تاني واتاكد ان مفيش اي بون ديبري ولا اي توس بارتيكل او حاجه، وبعدين اقفل الكافيتي بتاعتي بسوتشر، وده ايه برايمري انتنشن او برايمري كلوجر، وبعد اسبوع بفك السوتشر وبعدين بيحصل هيلينج كويس قوي. طيب ايه باكينج ويندو؟ يعني امتى اعمل باكينج للسيستك كافيتي؟ دلوقتي في بعض الاحيان زي ما قلنا السيستك كافيتي ارجع الفلاب مكانه عشان اعمل له سوتشر، بيحصل له بريك داون للوند لانها مش سبورت كويس قوي بعض او ببون، فبيعمل دهيسس. الدهيسس ده خلاص انا عندي كده ووند مفتوح، فهيحصل فيه ايه اكيميليشن اوف سلايفا اند فود ديبري، وبالتالي هيحصل طبعا انفكشن، فانا عايزه الهيلينج يحصل بايه اندر اسيبتيك كونديشن. فبعمل ايه؟ بجيب شاشه برضو وسوك او مليانه بانتيبيوتيك ايتمنت اور وايت هيد فارنش او بتادين، وادخلها لوسلي، يعني مش هعملها بقى اخليها لوس وذان الكافيتي، وكل يومين ثلاثه بجيب العيان اغيرها له واغسل تحتها كويس قوي. والاحسن طبعا لو انا اقدر اعلم العيان في البيت انه يعمل الكلام ده يبقى كويس قوي، يقدر يغيرها كتير. نفضل في القصه دي كل يومين ثلاثه، يعني ثلاث اربع ثلاث مرات مثلا في الاسبوع، لغايه ما يبتدي يحصل كفرنج للبون ده بجرانيليشن تيشو، ويبتدي يقل السايز بتاع الكافيتي. خلاص وانس انها لايند باي ايبيثيليوم خلاص ابتدي ايه فولو اب بس، واتاكد ان خلاص البون دلوقتي كفر، ومع الوقت هيلم تماما ويفل الكافيتي. فكده تقريبا عرفنا ايه هي الادفانتجز اوف انوكليشن. طبعا اي كان ايه اي كان ريموف كل السيست مره واحده، وبالتالي لو كان في اي مشكله كانت فيها مثلا كانت تتحول لاميلو بلاستوما او اي حاجه تانية، خلاص انا عندي الهيستوباثولوجي هيقول لي كل السيست دي كانت فيها ايه بالظبط. تمام. غالبا مش بيحصل ريكارنس، عندنا الهيلينج هيبقى سريع جدا، مش هفضل بقى مخليه العيان رايح جاي عليا واقعد اعمل اريجيشن زي ما هنعرف بعد شويه من المارسيبلايزيشن والديكمبريشن. فكل الايه دي مميزات كويسه جدا انوكريشن، بس على جنب واخر دي اكتر حاجه يعني مفضله لكل الايه الاطباء ان احنا نعمل انوكريشن، بس نعمل انوكريشن في الحاله الصح علشان ما تسببليش الاتي: انها تعمل انجري لفايتال ستراكشر لو كانت قريبه مني، لوس للفايتاليتي اوف ادجيسنت تيس، تعمل باثولوجيكال فراكشر لو كانت كبيره، لو طبعا ما قفلتش كويس هتسبب في ان يحصل ايه انفكشن. فلازم نستخدم الانوكريشن في الحاله المظبوطه. نيجي بعد كده برضو على الديكمبريشن. الاثنين هما تقريبا نفس الكونسيبت، ان انا عايزه اعمل ريليف للانتروسيستيك بريشر، وبالتالي مفيش فلويد جوه ولا في كافيتي مقفوله تبتدي تعمل جروث للابسيليوم بتاعها ويحصل اوزموزس والكلام اللي احنا قلنا عليه وتفضل يحصل لها اكسبانشن. بل بالعكس، انا لما بعمل ريليف للانتروسيستيك بريشر دي هيصغر جدا الكافيتي لان هيبتدي يتكون عظم. لما انا اعمل سوتشر ما بين الدبس اللي فيه لسه ابيثيليال لايننج للسيست و الاورال ميكوزا، عملت سوتشر اول اراوند، ده هيخلي الاورال ابيثيليوم يحصل لها كريبنج تزحف على الديسيز ابيثيليوم دي وتحولها لنورمال ابيثيليوم. بس برضه ارجع اقول ان المارسيبلايزيشن ما عملهاش هي والديكمبريشن الا لما يكون هو ده الحل الوحيد، لكن اهم حاجه هو انوكريشن. طلع كونتر انديكيتد بسبب قربها للفايتال ستراكشر او كان الحجم كبير جدا، يبقى هستخدم ايه المارسيبلايزيشن او الديكمبريشن. في اوقات كتيره بعد ما خلص المارسيبلايزيشن بيبتدي فاضطر ان انا برضو اعمل ايه انوكليشن. يبقى نقدر نعرف الانديكيشن بتاعه المارسيبلايزيشن، هي تعتبر عكس الانديكيشن بتاعه الايه الانوكليشن. اول حاجه لو فيري لارج سيست، لما يكون قريب من فيتال ستراكشر فيتال تيث، لو كان في سنه مهمه مثلا ريت الانتجر السيست وما اقدرش اعمل انوكليشن واشيل الانتجرس واشيل معاها الايه الامبورتنت توث دي، ما بقاش قريبه من لو كنت قصدي قريبه من ماكسيلري ساينس او نيزل كافيتي، عشان لو عملت انوكليشن بين اورو او اورو نيزل فيستيلا. لو كان الشخص ده عجوز او عنده سيستميكال ديسيز مأثره على انه يستحمل السيرجري، فاقدر اعمل ايه
اعمل المرسيبلايزيشن او الديكمبريشن دي، تمام؟ او برضو في انواع من السيست بتبقى صغيره وكل حاجه بس ديب قوي لدرجه ان انا مش هعرف اجيب بقيتها، فلو سبتها هتعمل ريكرنس، فالاحسن ان انا اصغر حجمها الاول وبعدين اقدر اشيلها من غير ما اعمل انجري لاي امبورتنت ستراكشر. طيب ايه الستبس اوف مارسبلايزيشن؟ حاجه هنعمل اكسيجن للباكال ميوكوبريوستيوم، او في راي بيقول ان احنا نعمل زي سيميليونر انسيجن انفيرتد واي، وبعدين بعد ما بخلص السيرجري ببتدي ادخله في جزء من الكافيتي واعمل له سوتشرنج اول اراوند، سواء كده او كده يعني. واقيم الايه الوضع بتاع البون، لو كان البون برضو ثيك فبعمل ريموفال بسيرجيكال بير، وبعدين اوصل للسيست كافيتي اروح شايله الروف بتاعها بس، شيل الروف بس ماليش دعوه باللايننج اللي جوه، اشيله تمام. تمام كده؟ طيب لو السيست كانت كبيره قوي لدرجه انها واكله العظم اللي فوقيه ده، فابتدي بشارب كلين كات باللانست، وابتدي احسس بقى ايه السيست دي داير داير كده من على ايه الباكل سايد، يبقى عندي انسيجن معدي الباكل ميكوبريوستيوم الفيري ثين بون والايه السوبرفيشال ايه روف بتاع السيست. خلاص شلتها، هاجي بعد كده في الصوره اللي في النص يجي بقى جزء البريوستيوم من هنا اروح معدياه و عامله له سوتشر مع بقيه الايه السيست لاين زي ما واضح هنا في الصوره. الجزء اللاين الاحمر ده هو النورمال اورال ميكوزا، عملت له سوتشر مع السيست لايننج يعني، علشان هو مع الوقت بيحصل مايجريشن ويبتدي يحولها لنورمال ايبيثيليوم، وبما ان السيستك بريشر خلاص ما بقاش موجود هيبتدي يكون ايه بوم. طيب بعد كده بعمل درينج للكونتنت واغسل كويس قوي وانسبكت الكافيتي عشان لو كان في اي الستريشن او في اي سوفت تيشو تشينجز وذين الليجن ده او انسجه شكلها غريب، برضه هاخدها بايوبسي مع الجزء الروف اللي انا اخدته في الاول ووديه لللاب عشان يتحلل، بتحطه طبعا في ازازه فيها 10% فورمالين. زي ما قلنا احنا نعمل سوتشر اول اراوند مع حاجتين، الاورال ميكوزا مع الايه مع اللايننج بتاع السيست. بعد كده عندي اختيارين، يا اما املى السيست دي بشاشه برضو فيها زي ما قلنا قبل كده في الباكينج بتاع السيست بتاع الكافيتي بتاعت البون بعد الانوكليشن يعني لسه قايلينها دلوقتي، فاحط فيها شاشه فيها بتادين وايت هيد فارنش، في حاجات كتيره انتيبيوتيك ايتمنت وهكذا، بس تبقى لوس ما ينفعش تبقى باكت قوي علشان اسمح ان البون يبتدي يتكون زي ما شوفوا برضو الصوره اللي تحت، برضو باينه الكافيتي ايه مليانه بشاش. وبرضو كل يومين ثلاثه بس بجيب العيان علشان يعمل ايه ينظف ويغير عليها، ولو اتعلم يبقى طبعا كذا مره، او ان انا احط الجزء البيربل ده ان هو عباره عن سيستك بلاج علشان تسدي لي الجزئيه ديت عشان ما يخشش فيها سلايفا، وكل يومين ثلاثه بجيب العيان علشان ايه يعمل ايه اريجيشن وانسبكت الكونديشن. بعد زي ما قلنا احنا بنجيب العيان كل يومين ثلاثة ونعمل اريجيشن، وكل ما حجمها يصغر ممكن مع الوقت ممكن محتاجش ان انا ابقى حاطة شاشة او حاجة مادام هي ايه كفرد بإبيثيليوم، تمام؟ فعندنا حلين، يا اما احط تنج يعني بحط شاشة وهتظهر اصغرها برضو مع الوقت، يعني مش كل مرة بحط نفس الحجم، لا بصغرها علشان اساعد ان السيست هي او السيست الكافيتي دي تظهر مع الوقت. وبعدين في اخر صوره نمبر سي دي بلاقيها انها بقت ايه صغيره جدا، وممكن ايه الاجزاء اللي لسه موجوده منها من السيست لايننج يعني بروح ايه شايلها بكيوريتيش او بانوكليش. طيب حاجه تانية الاوبتريتور اللي هو احسن طبعا، بنبقى واخدين امبريشن الكافيتي وعاملين السيستك بلاج دي او الاوبتريتور، ممكن يبقى ممسوك بكلاس حتى حوالين الاسنان زي البارشال دينشر كده، وبعدين برضو نقعد نعمل له انر ريدكشن كل ما هي تصغر كل ما اقعد اصغر في حجمه لغايه ما يبقى ايه مش محتاجين سيستك بلاج ولا اوبتريتور ولا حاجه. من الحاجات المشهوره اللي ممكن اعالجها بالمارسبلايزيشن هي الرانيولا. الرانيولا اللي احنا قلنا ميوكوس ريتينشن او اكسترافازيشن سيست في السب لينجوال او السب مانديبلر سليفري جلاند، ودايما بتبقى ريليتد للسب لينجوال سليفري جلاند. فلو اعتبرنا الدايره
حمرا دي ديت الرانيولا عشان احدد الباوندري بتاعتها بنعمل للاسف ما لقيتش صوره توضح ده فكده ديجرام كده بنعمل النقط دي تمثل انتربت سوتشر اول اراوند الرانيولا عشان وانس ان انا دخلت فيها مقص او لست وابتديت تقطعها بيحصل لها ايفاكيويشن في معالمها تروح مع الفلور اوف ذا نوز فالاحسن ان انا ابقى محدده مكانها كويس قوي بانتربت سوتشر او الطريقه الثانيه برضو الكويسه او مشهوره برضو ان انا بعمل ستاب انسيشن صغيره ايفاكيويت الكونتنت بتاعها وبعدين ادخل فيها شاشه رفيعه بحيث ان انا احافظ على الدوحه وابتدي اقصها داير داير وبقيت الفلور بتاعها اخيطه مع الايه مع الفلور اوف اوف ذا اللي هو اندر ذا فلور اوف ذا اي اوف ذا ماوس يعني. طيب اول حل الثاني برضو بيعملوا ثين ميكس من الالجينيت او من اللايت رابر بيز واحقنه جوه الستاب انسيجن دي جوه الكافيتي واملاها عشان برضه يبقى شكلها دوم شيب وداير داير بروح مقاطعه حواليها وبعدين اعمل سوتش. دي طريقه تقليديه بقى ان هو وقطع طبعا الميوسين كله نزل وبعدين ابتدى يقطع داير داير وبعدين عمل سوتشر مع الايه الفلور اوف ذا ماوس النورمال ميكوزا مع الديسيزد ايه ابيثيلي وبعد اسبوع بيحصل لها هيلينج كويس قوي بس للاسف بيبقى الريكورنس ريت عالي جدا في السب لينجوال سليفري جلاند فلو حصل تكرار ان كل مره بعمل لها مارسيبلايزيشن وترجع تاني للاسف لازم اعمل سيرجيكال اكسجن للجلاند نفسها. طيب الدي كومبريشن ايه الفرق بينه بقى وما بين المارسيبلايزيشن بين بقى ان هو الاثنين نفس الكونسبت ان هو بيقلل او بيخفض ان انا هنا بدل ما كنت هناك في المارسيبلايزيشن بشيل كل الروف الاوفرلاينج اسيست لا ده انا بعمل ايه بعمل سيركلر انسيجن باخد حته بايوست صغيره كده مثلا 1 سنتي ان دايامتر وبروح مدخلها مكانها تيوب واعمل سوتشر للتيوب دي مع السراوندنج تيشو او ان انا امسكها بواير زي ما هوريكم بعد شويه دي علشان يعمل درينج ويعمل من عن طريقها اريجيشن ما تبقاش بقى كافيتي كبيره قوي ممكن تبقى بتضايق العين خصوصا لو كان ليها دبس ايه عميق جدا. وبرضه اللي انا هختاره ما تاثرش على الفانكشن بتاعه العين فعندي مثلا لو الليجن ده موجود في المانديبلا الريمس المفروض ان انا باجي عند اخر توت مثلا السكند مولر بروح جايه وراه وعامله سيركلر انسيجن صغيره 1 سنتي ان دايامتر واروح واخده الليجن بالاوفرلاين بيريوستيوم وادي المعنى تمام وممكن برضه انسبكت الكافيتي جوه عن طريق ايه فايبر اوبتيك مثلا او عن طريق الارثروسكوب واخد زي بانش بايوبس كده من الاجزاء اللي هي ايه حاسه انها شكلها غريب عن بقيه الايه الابثيلم. احنا ركزنا هيك هنا لقينا جنب السهم اللي هو في البانوراما ده هنلاقي فيه تو ريدي اوبيك لاين وده يمثل ايه يمثل التيوب البلاستيك تيوب اللي داخله علشان تعمل ايفاكيويشن الانتروسيستيك بريشر. طبعا كل ما هي بتابعها طبعا باكس راي وكل ما الكافيتي بتظهر كل ما اقدر اثر الايه التيوب دي. طيب لو السيست كانت ودان الايه الاسنان هعمل ايه هفتح ودان السنان لا طبعا ما ينفعش لازم اجي في الدبس اوف ذا فيستيبيول واعمل سمول انسيجن واخد البايوبس بتاعتي وادخل الايه خلاص تمام كده. بعد كده بنعمل اريجيشن كويس قوي وقلنا نعمل انسبكشن لاي كالر تشينجز في اجزاء فيها الستريشن او كده بروح واخدها مع بقيه الجزء اللي كنت واخداه من فوق ونوديها على الايه الباثولوجي لاب. طيب البلاستيك او الرابر تيوب دي زي النيزوفارنجيال تيوب او زي البولي ايثيلين تيوب دي بعض الاشكال منها والاحسن طبعا ان انا ابقى مدخله فيها واير لان لو عملت لها سوتشر مع الادجيسنت تيشو مع الوقت ممكن تتفك وبالعكس ده التيوب كمان تسقط جوه الايه جوه الكافتي فلو ربطتها بسيرجيكال واير زي كده حوالين الاسنان هتبقى ماسكة كويس قوي لانها ممكن تتساب لمدة شهور. هعمل متابعة كلينيكال دايما وهعمل متابعة براديوجراف لو لقيتها انها ريسبوندنج وبتظهر في الحجم يبقى تمام هكمل على كده لقيتها بالعكس اللي مفيش بوم بيتكون بل بالعكس في انفكشن حجمها ابتدى يزيد السيست ديت يبقى لازم ايه اخش واعمل ايه انوكليشن. يبقى ايه مميزات الديكمبريشن والمارسيبلايزيشن يعني هيرجع لي عظم تاني الديسبليت ستراكشر هترجع تاني هبعد خالص عن الفيتال تيث
هكيب الفيتاليتي بتاعتها، واي دكتور يقدر يعملها، بروسيدر بتاعتها بسيطه جدا، همنع ان يحصل اورو انترال او اورو نيزل فيستلا، وهمنع ان يكسر العظم وانا شغاله لانه هيكمل لي عظم تاني. يعني ليها ادفانتج كتير بس برضه ليها ديس ادفانتج كتير. انا دلوقتي خدت بايوبسي سوبرفيشال كده بايوبسي، لكن انا ما اعرفش الدبس كله فيه ايه. ممكن في فتره الشهور اللي انا مستنياها انها يحصل لها ديكريس في السايز بتاعها يحصل معاها ايه، يحصل نيوبلاستيك تشينجز زي مثلا اميلوبلاستوما او سكويمس سيل كارسينوما. تمام، دي مشكله برضه. الحاجه الثانيه ان مش كل العيانين صبورين ان هو يفضل في قصه علاج ايه، برضه في ريكارس وارد، لان انا ممكن يبقى في اجزاء لسه مزد وانا بعمل ايه الفاينل انوكليشن، ودي من ضمن عيوبها. انا بعد ما العيان قعد شهور مستني يخلص من السيست دي، لا يفاجئ بعد كده. ولما طبعا لازم نبقى فاهمين العيان من الاول ان في احتماليه ان في فولوينج بروسيدور تاني انوكليشن عشان اتخلص من بقيه الليجن اللي عندي. وباكد تاني ان اي زياده في حجم الليجن لازم على طول اشفت على الانوكليشن. الناس اللي ننهي بيها هي surgical removal of autogenic keratocyst، بما انها هي aggressive فانا كمان لازم اكون aggressive معاها في التريتمنت. فاول حاجه بعمل لها inoculation، وبعدين بعمل حاجه اسمها peripheral osteotomy بلارج surgical بير، ابتدي اريموف البون اللي يعني بعد ما شفت ان السيست كانت تبقى عندي بير بون خلاص، بجيب راوند بير كبيره surgical بير زي فليم بير كده، بروح مفوره العظم اللي حواليها ده كده بمسافه 1-2 مللي. وده ليه؟ علشان يشيل لي الايلنس اللي موجوده او دوتر سيست اللي موجوده. طيب ايه تاني؟ هكتفي بكده؟ لا، ده انا هبقى برضو مور اجريسيف، اعمل كيميكال كوترايزيشن للبون ده علشان لو في اي ليجن لسه موجود هيتحرق خالص. فمثلا كارنوي سولوشن اللي هو المكون من الحاجات اللي قدامنا دي، كلوروفورم ابسولوت ايثانول اسيتيك اسيد فيريك كلورايد بنسب معينة، بنحطه حوالي بيبقى محطوط في شاشة، والشاشة دي بحطها على العظم وبسيبه 5 دقايق. ليه؟ في الخمس دقايق دول بيعمل بنتريشن حوالي 1.5 سنتي، وبعد كده قوي الاري بصل. تمام كده؟ طيب ممكن برضو كانوا قالوا في بعض البيبر انه الكلوروفورم ده كارسينوجينيك، فابتدوا يغيروا في النسب بتاعة بقية الجريدينتس دي علشان يمنعوا استخدام الكلوروفورم، ولقوا برضو ان ليها نتائج كويس. ممكن برضو يتعمل لها كرايو سيرجري بليكويد نيتروجين، بس مشكلته ان هو بيعمل ايسنج للبون سيلز، وبالتالي بيضيع العظم اللي موجود هنا ده. فالاحسن هو ايه؟ الكارنو سولوشن. برضو دي كانت الطريقه الاولانيه. طيب لو الاوندينيك كراتوسيست دي كانت كبيره جدا جدا جدا، يبقى هستفيد الاول ب مش بقى انوكليشن، لا هبتدي الاول بديكمبريشن. الديكمبريشن من ضمن مميزاته انه بيعمل ثيكنينج وتافينج لللايننج ابيثيليوم، وبالتالي لما حجمها يصغر شويه الليجن هنا بقى ثيك وطف، فلما اجي اعمل انوكليشن مش هيقعد يتهربد مني زي ما كان لسه ايه فريش ليجن. يبقى الديكمبريشن دورها حاجتين هنا، اول حاجه هصغر حجم السيست وبالتالي مش هفقد عظم كتير، الحاجه الثانيه هتبقى التشو هتبقى ثيك وطف وبالتالي هنعمل لها انوكليشن اسهل. وبعد كده هكمل بقى عادي نفس اللي احنا لسه قايلينه في السلايد اللي فات، انوكليشن بريفرال اوستيكتومي برضو بكبير كبيره، ونعمل كيميكال كوترايزيشن بايه بكارنوي سولوشن. طيب لو جالي كراتوسيست دي كل ما اشيلها تطلع يعني ريكارنت كذا مره، دخلت في posterior part of the maxilla فكده aggressive جدا، ممكن تسحب لي على البيز اوف ذا سكول، ممكن تبقى عامله perforation للكورتيكال بون بليت، فدي لازم اعمل resection 1 سنتي سيفتي في suprapreostal removal، واعمل لها بقى ايه جرافت بعد كده في نفس السيشن بقى او بعد كده، ولازم يبقى فيه فولو اب لمده سنين طويله، في بيقولوا 5 10 ممكن 15 ويمكن اكتر. تمام، يبقى اختصار اللي احنا قلناه النهارده ان لازم ابقى عارفه كل انواع السيست اللي موجوده في الماكسيلوفيشال ريجن والاودونتوجينيك سيست بالذات. الحاجه الثانيه مهم جدا الدايجنوزس والهيستوري بتاع العيان، الانسبكشن بالبيشن البركشن الاسبيريشن، كل الستبس دي
لازم اعدي اعمل اكس راي عشان احدد الاكستنشن بتاعت الليجن والامبورتنت ستراكشر اللي حواليها، ولازم اخد برضو انسيجنال او اكستنشنال بايوبسي، ولازم تتحل ما تهونش واقول لا دي شكلها انفلاماتري سيست مش مهم، ما ينفعش خالص. ولازم اعمل اسسمنت لحاله العيان والامبورتنت ستراكشر اللي انا عايزه احافظ عليها، وعن طريق كل الداتا دي بجمعها عشان اختار السيتابل سيرجري. وبعد كده مهم جدا جدا فولو اب للعيان، مهم جدا. ارجو ان انا اكون افدتكم، ولو في اي استفسار او اي اسئله وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم.